اتبسطتي في اول يوم شغل؟ قوي قوي يا عماد، انت مش متخيل فرق مع نفسيتي قد ايه. طب الحمد لله. مش فاضل بس غير ان انا اطمن على عمر، وحشني قوي يا عماد. دي بقى الحاجة اللي مش هقدر اعملها. انا تقريبا من اخر مرة انا بتكلمش مع مجدي نهائي. ما انا عارفة، بس انا عموما عرفت اوصل الممرضة هناك وبتطمني عليه كل شوية. طيب الحمد لله، ان شاء الله يقوم بالسلامة ويرجع لك بخير. ان شاء الله. احكي لي انت بقى، في ايه جديد؟ مش لما نقفل القديم الاول يبقى في جديد؟ والله بشتت، بناتي في ناحية وانا في ناحية، وعايش مع اختي وما بخلصش من زنها. طب ما هي محلولة اهي. محلولة ازاي؟ هو انت مش بتقول طالما انت عايش في القديم مش هتعرف تدخل في الجديد؟ يبقى تنسى القديم وتركز بقى في الجديد. دي فزورة دي ولا ايه؟ اعتبرها فزورة وانا عندي حلها. لا مش فاهم. عماد تتجوزني؟